السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق الجاسر، أرحب فيكم وأتمنى تكونوا دائما بصحة وعافية. اليوم بتكلم عن مشكلة تواجه كثير من الأشخاص لما تشتري طابعة تتفاجأ أنه سعر الحبر أغلى من سعر الطابعة اللي اشتريتها من البداية. طيب، بتكلم باختصار عن منتجات أو أحبار أبراج الحاسب. أبراج الحاسب شركة سعودية، ولما جابوا منتج الأحبار البديلة كانوا يفكرون أنه يوفرون منتج ذو جودة عالية بنصف السعر الموجود في الأسواق، وأيضا يعطونك ضمان على كل كارتريجز أنت بتشتري. خلوني الحين أبدأ وأغير الأحبار في هذه الطابعة. الطابعة هذه بس مخصصة للون الأسود. خلونا نطبع الآن اللون الأسود في كل الورقة. واضحة تمام؟ شوفوا كيف. طابعة HB تلف من داخل وتغير لي مكان اللون، فبطلع القديم وحط الجديد. اتوقع حتى في الصيدليات لما تروح يقول لك هذا دواء بديل، نفس الشيء، يعني نفس الاختراع حتى في الاحبار، بديل، حبر بديل. شبكتها الحين وجالسة تحمي الطابعة، فبعد شوي يعني إن شاء الله أبطبع وراح نشوف كفاءة الألوان. بسم الله، وهذه هي طباعتها الآن، واضحة، والحين طباعة الصورة كويسة صح؟ هذه هي طباعتها. تجربة الطباعة للون الأسود لحالة ولبقية الألوان بالجودة اللي تشوفونها أمامكم، هذه هي. تقدرون تدخلون على الويب سايت وتختارون الأحبار اللي تحتاجونها. طبعا يوفرون طرق للدفع، وفي عندهم توصيل وفي شحن، سواء للدول القريبة أو بداخل مدن المملكة العربية السعودية. في نقطة مهمة جدا، عندهم بالجملة وفي مفرد، سواء إذا أنت تبغاه للمنزل عندك أو أنت أو أنتي من رواد الأعمال وعندكم موظفين وطابعات، أنا راح أسرد لكم أو أكتب لكم في الديسكريبشن بالفيديو كل الطابعات اللي تدعمها أحبار البي سي تاورز. في الختام أشكر لكم متابعتكم، وأتمنى أني أفدتكم عن الأحبار البديلة وإيش جودتها وأيضا أسعارها وتوفرها. كل شيء موجود بالفيديو، وإذا عندكم أي استفسارات ممكن تضيفونه في الرد. في أمان الله.